السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. معانا النهاردة بطارية دي وولت فيها عيب غريب قوي. البطارية فجأة بعد صاحبها ما استخدمها لما تركب في الشارجر ينور ويروح طافي وخلاص على كده. بطارية فيها شحن، يعني لما ندوس على الزرار الثلاث لمبات بينوروا، تشتغل زي الفل وكل حاجة، لكن ما بتشحنش خالص. سألته يعني ايه اللي فيها وكده. طبعا لما يعني هو بيقول انا ما عملتش حاجه، انا بعد ما خلصت كنت بحفر في الحيطه ونضفتها وبتاع وخلاص. لكن طبعا لما انا قست، احنا انتوا عارفين احنا عندنا هنا هوت البطاريه بيبقى عليها شويه اكواد كده، مش عارف تعرفوها ولا لا. الاكواد اهي واضحه عندي هنا، بي ناقص وعندي هنا بي زائد، دول اللي بيطلعوا الكهرباء بتاعتي. عندي هنا هوت سي واحد سي اتنين سي تلاته سي اربعه. لو انا عايز اقيس الخلايا من جوه، خليه خليه من غير ما افتحها، بحط في الماينس هنا اهو، واقيس سي واحد اللي هي الفتحه الفوقانيه هنا اهو يديني 4، سي اتنين اللي هي اللي تحتها يديني 8، سي تلاته اللي هي فوق هنا اهوت يديني 12، اللي تحتها سي اربعه، البوزيتيف سي خمسه. فدول بيخلوني اقدر اقيس خليه خليه. عندي هنا الاي دي، الاي دي ديت اللي بتحدد البطاريه دي بتطلع امبير قد ايه. الاي دي دهيت لما اجي اقيسها على الاوم ما بين الاي دي وما بين البي البوزيتيف يديني 1 كيلو اوم لو هي بطاريه صغيره، ويديني اقل من 1 كيلو اوم لو هي بطاريه كبيره. يعني البطاريات الواحد وثلاثه والواحد ونص والاثنين بيدوني 1 كيلو، البطاريات الثلاثه والاربعه والخمسه بيدوني من 800 اوم ل 750 اوم. عندي هنا هوت تي اتش اللي هو الثرمستور بتاعي اللي جوه اللي بيقيس درجه حراره البطاريه، لما باجي اقيسه بقيسه على الاوم برضو ما بين البي البلس وما بين الثرمستور يديني 10 كيلو. طبعا ال 10 كيلو دي حسب درجه الحراره اللي انت فيها، يعني فهي في رينج ال 10 كيلو، 9.7 من 10 كيلو، 10 ونص كيلو، 11 كيلو، 9 كيلو، الكلام ده كله راجع لدرجه الحراره اللي انت فيها. فالبطاريه ديت الايرور اللي عندنا هنا هوت الاي دي بتاعها اري 6 ميجا. لما بقيس الاي دي مع البي ماينس اللي هو المفروض يقرا لي هنا هو 800 كيلو مثلا، 800 كيلو اوم، بيقرا لي 6 ميجا اوم. ففي مشكله فيها. لما فتحت البطاريه فوجئت زي ما انتم شايفين كده، اعمل زوم عليها واوريها لكم. بصوا البطاريه مليانه، البورده بتاعت البطاريه مليانه ميه من جوه، البي ام اس بتاعتها مليانه ميه من جوه. هو ده، الله اعلم بقى هل في كونكشن اتاكلت مثلا، هل في كونكشن حصل لها حاجة، هنضف وهشوف. يمكن تكون في حاجة ملمسة في حاجة فمش ظابطة، لحام التاكل من الكروجن ده أو من الصدى اللي حصل دوت، فهنضف كده بفرشة. طبعا البطاريات راكبة، أنا فاكك بس الأطراف بتاعتها، يعني الطرف اللي هنا مفكوك، الطرف اللي هنا مفكوك، الطرف اللي هنا مفكوك، وهكذا عشان ما بقاش إيه، عشان أعرف ارفع دي من غير ما اقطع كابل الماينس وكابل البلس بتوعي، لان دول بيبقوا ملحومين جامد قوي. هنضفها كده وبفرشه وكحول طبعا، ونشوف بعد كده الاخبار ايه. هرجع لكم تاني. كده البورده اتنضفت اهي، بقت كل حاجه فيها باينه وواضحه. ده الثرمستور بتاعي. ناخد بالنا طبعا احنا شغالين في اي بورده وصلها كهرباء ان ما نلمسش اي حاجه في حاجه خالص. ده الثرمستور بتاعي. البورده دي هفحصها كده بالعدسه المكبره واشوف، لو اوكي ما فيهاش حاجه باينه يعني نجرب على طول بيها. لو مش اوكي احتمال بقى يبقى في مشكله فيها، ان نتيجه الشورت اللي حصل ده حاجه طارت، حاجه اتحرقت. هفحصها كده بالعدسه المكبره واقول لكم لقيت ايه. رجعنا تاني دلوقتي. طبعا انا فحصت الدايره كويس جدا بالعدسه الكبيره، بس للاسف مش باين حاجه، لان طبعا الحاجات الاس ام دي صغيره جدا جدا، والزاويه نفسها بتاعت وجاج البورده مش مريحاني. المهم ان انا نظفت كويس جدا جدا بالفرشه وبالكحول وكده، وقست برضو ما بين الطرفين الناقص والاي دي اللي هو التحتاني مدي 7 ميجا او 8 ميجا، 6 ميجا انا اسف. فقلت اعمل ايه؟ انا اجيب مقاومه، المقاومه ديت 1 كيلو اهي، 1 كيلو بني اسود احمر، ولحمتها ما بين الطرف اللي تحت دهوت اللي هو الرجل الاي دي التحتانيه ده اهي، وما بين الارضي. فدلوقتي لما بقيس ما بين الاثنين
لما اجي هنا اهوت كده اجي اقيس قوم ما بين الاي دي اللي هو اللي هنا والارضي هيديني 9 من 10 كيلو. 9 من 10 كيلو دي المفروض ان هي القيمة الصحيحة عشان الشاحن يتعرف على البطارية. حط الشاحن في كهربا كده ونجرب. احتمال تكون البرومة اللي حصلت دي اكلت المقاومة اللي جوه وخلتها مش موصلة. اشتغلت اهي وزي الفل. عادة البطاريات دهيت اللي بيبوظ فيها بيبقى حاجة من ثلاثة، يا إما الثرمستور اللي أنا وريته لكم اللي تحت هنا اللي دي رجليه، دول الطرفين بتوعه أهم طرفين كبار شوية، دول لما أقيس ما بينهم لازم أقيس 10 كيلو أوم، يا الثرمستور ده بقى أوبن فما بيقيسش درجة حرارة يدي إيرور، يا المقاومة بتاعت الأي دي مش شغالة، يا الخلايا نفسها فيها مشاكل، الفولتات بتاعت الخلايا مش مظبوطة. انا عندي هنا الخلايا كلها فولتاتها مظبوطه زي بعض بالظبط 3.8 من 10 فولت، وبالتالي البطاريات كسلز سليمه، لكن في مشكله في دهيت نتيجه الصدى اللي حصل نتيجه غالبا ميه اتدلقت عليها. يعني هنا انا قربت لكم التيرمينالز جدا عشان خاطر نشوفها عامله ازاي. لو هنيجي نحط على الناقص والزائد هنلاقي فولت البطاريه 19.5. لو حبينا نقيس التي اتش اللي هي الترمستور فهناخد البن التحتانية مع الاول نقيس السي 61 عشان احنا ظابطين الافوميتر على الفولت. فهنيجي هنا على الناقص واجيب على سي 1 الاقي ار 3.9، سي 2 اللي تحتها الاقي ار 7.8، سي 3 اللي فوق هنا الاقي ار 11.7، سي 4 اللي تحتها 15.6، وسي 5 اللي هو الزائد اللي هنا هو 19.5. طيب نجيب الافوميتر على الاوم ونقيس هنا هو الثرمستور البوزيتيف مع الثرمستور، الاقي المفروض يقيس معايا في حدود ال 10 كيلو زي ما قلنا امبارح، في حدود العشرة كيلو 11.6 حسب درجة الحرارة طبعا يعني. وبعدين الار دي مع الاي دي 9 من 10 كيلو. دي القياسات بتاعت البطارية السليمة عشان اي حد عنده بطارية فيها مشكلة يعرف ياخد قياساته ويقدر يحدد ايه اللي سليم وايه اللي بايظ فيها. ونشوفكم فيديو قريب تاني ان شاء الله. السلام عليكم.